مشروع رقمنة الطلب في البورصة سيمكن المواطن الجزائري من استعمال هذه الخدمة الرقمية الجديدة لشراء وبيع الأسهم الإلكترونية عبر وسطاء عملية البورصة. إن تجسيد هذا المشروع ومشاريع مهمة أخرى جاء نتيجة عمل جماعي بالتعاون مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، لجنة التنظيم ومراقبة عملية البورصة وبورصة الجزائر، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. ونهدف من خلال ذلك جميعاً إلى تطوير السوق المالية وسوق البورصة في الجزائر من أجل تحقيق شمول المال. وطبعاً يتم كل هذا العمل تحت إشراف المصالح المعنية لوزارة المالية.